العراق إلى المباراة شبه النهائية بعد فوزه على اليمن في ختام مباريات المجموعات، وصراع المجموعة الثانية يحتدم والخيارات مفتوحة. كرم البصرة وسخاؤها يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة خليج البصرة إقانتها عين غطوا عين فراش. السوداني يصل برلين في زيارة رسمية لبحث ملفات استراتيجية، ومذكرات التفاهم بقطاع الكهرباء والطاقة تتصدر المباحثات. كربلاء المقدسة تزخر بمشاريع استراتيجية ميزتها عن بقية المحافظات، والفرات تسلط الضوء على منجزاتها وتكشف عن المشاريع. ولد نور السماء وتبجس على الأرض بشخص الزهراء، ثمرة الجنة وحصاد الدين في الدنيا وذخر المؤمنين في الآخرة، من نورها توضأ الطهر وبجلبابها احتشم الشرف، هي البتولة وكفى بها رصيد المؤمنين وميزانهما، فلذة كبد الرسول وكفى بها وعاء لأمة المسلمين وأوليائهم، هي الزهراء وكفى بها سيدة على العالمين وتاج نساء الخلق أجمعين. يا بهجة الخاتم أيتها الكوثر وصراط الحق بوجه رياح الباطل والمنكر، فالسلام على من ابتدأ الخالق العظيم السلام بها، وبعدها أبيها وبعلها وبنيها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بداية مرصدنا الخبري من مباريات الجولة الثالثة في نهاية المجموعات التي جمعت المنتخب العراقي مع المنتخب اليمني والمنتخب السعودي مع المنتخب العماني، حيث تصدر منتخبنا الوطني المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب اليمني بخمسة أهداف نظيفة. سجل في الشوط الأول الهدف الأول مصطفى ناظم ليضاعف النتيجة أمجد عطوان في الشوط الثاني، ويضيف أيمن حسين هدفين، وفي الدقائق ما قبل الأخيرة سجل حسين علي الهدف الخامس، ليكون بذلك منتخبنا الوطني متصدرا مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الذي احتل المركز الثاني بعد فوزه على المنتخب السعودي بهدفين لهدف واحد. هذا وسادت الاحتفالات شوارع البصرة ويتضج أفراحا غامرة. للمزيد أكثر عن مجريات مباراة العراق واليمن في خليج 25 ينضم معنا من البصرة الفيحاء الزميل واثق محي الدين. حياك الله زميلنا واثق، حدثنا عن أجواء المباريات وأيضا أجواء الفرح في البصرة بعد فوز منتخبنا الوطني على نظيره اليمني، تفضل لك الكلمة. نعم حياك الله زميلي محمد، ألف ألف مبروك للشعب العراقي، هذا الفوز العظيم الذي حققه على نظيره اليمني مقابل خمسة أهداف مقابل لا شيء. اليوم فرحة غامرة، فرحة كبيرة في شوارع البصرة وفي جميع المحافظات العراقية، ليس في محافظة البصرة فقط،
أما الأجواء الآن في محافظة البصرة، الجميع هنا يلوح بالعلم العراقي، يعني متمنيا لهم هذه الفرحة تدوم إن شاء الله وهذه المسرات، وأن يواصل المنتخب العراقي المزيد من العطاء والإبداع. إذن محمد، يعني خلينا ننتقل إلى الجماهير ونسألهم عن فرحتهم. ألف ألف مبروك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم، أنا من محافظة السماوة، فرحان والله اليوم كلش بفوز العراق إن شاء الله. شلون شفت المباراة، أداء المنتخب؟ والله أداء المنتخب جيد جدا، 5-0، هي بعد هاي يعني حلوة بعد. ألف مبروك. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك أحمد وادي. لعب كل زين وكل زين اليوم لعب ما شاء الله. الأطفال فرحانين، شوف الناس والله فرحنا، واحنا جايين محبة المثني، جايين للملعب وغير من الله، ان شاء الله على رجلنا خضر احنا ان شاء الله. يعني يمكن الناس اللي موجودة هنا اكثر ما موجودة بالملعب. ملعب ما قدرنا، احنا قاصين باصات يعني كارتات ما ضببونا مقطي، هل جينا على الشاشة. ايضا ننتقل للاخر، مبروك الفوز. ان شاء الله علينا وعليكم، وان شاء الله نريد نعيد ايامنا، نريد نعيد ايامنا يوسف محمود، نريد نعيد ايامنا ملعب مراد. نقول الكاس عراقي ان شاء الله. ان شاء الله، الى اراد الله وراد ناخذ الكاس عراقي. ليش؟ هاي اللعب ماذا كل الزين، اليوم طقناها نص دازن، وان شاء الله اللعبه الجايه دازن كامل. نريد نعيد ايام الراحل محمد راضي، نريد نعيد عم مرابي، نريد نعيد يوسف محمود السفاح، ولدنا سباع اللي بقوا على هذا اللعب، ولدنا سباع طقوا ان شاء الله ناخذ اليوم. ان شاء الله اليوم ما متوقعين هيك نتيجه، متوقعين 2-3 مو 5. اليوم ولدنا بدعوا، اليوم شفنا روح رياضيه عندهم، هاي اللي نريد الروح الرياضيه عندهم، ما نريد لعب تكتيك، نريد جول، نريد متعه، نريد ناخذ الكاس ان شاء الله. مزيد من الافراح والمسرات يحققها منتخبنا الوطني. ايضا محمد اذا تسمح لي، عندنا اليوم الاطفال اللي موجودين رافعين العلم العراقي. السلام عليكم، شلونك عمو؟ انت فرحانه؟ ليش فرحانه؟ لان فاز العراق. ايش قد فاز العراق؟ 6. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. نعم زميلي محمد، اذا هي اجواء من الفرح والسرور. اليوم الجماهير خرجت تجوب شوارع البصره، ايضا الاخوه الخليجيين اليوم شاركوا اخوانهم العراقيين بهذه الفرحه، طبعا اكيد فرحه العراقيين هي الفرحه. وافق خليك وياي، انتقل الان الى الزميل ليث من داخل الملعب. ليث صلاح، رغم كيف شاهدت اليوم مباراه السعوديه وايضا منتخب عمان؟ الزميل ليث، كيف هي الأجواء الآن في ملعب الميناء بعد انتهاء مباراة السعودية وأيضا منتخب عمان؟ نعم زميلي محمد، تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. أنا أتواجد الآن في ملعب الميناء الدولي، والذي احتضن لقاء السعودية مع منتخب عمان، والذي شهد هدفين لمنتخب عمان أهلتهم للدور نصف النهائي مع المنتخب العراقي متصدرا لترتيب المجموعة الأولى، وبالتالي نحن بانتظار المجموعة الثانية والمتأهلين منها ليكتمل أطراف النصف النهائي في كأس الخليج بنسخته 25 والتي تستضيفها مدينة بصرة السياب. نعم وياي أحد المشجعين، السلام عليكم. أهلا وسهلا، يوم مبروك، ألف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك حبيبي، تسلم. شنو الأجواء؟ والله الأجواء ما شاء الله حيل زينة، والأهم شيء نجاح البطولة، أهم شيء، أول شيء وشيء وآخر شيء نجاح البطولة، بطولة خليج 25 إن شاء الله، والأجواء حيل زينة. عبد الله السلام عليكم. عزيزي حياك الله، بعد قلبك. الفوز. عزيزي كل عام وأنت بخير، بعد قلبك. شلون الأجواء؟ والله بخير، البصرة وأهلها وأهل البصرة كلهم مشرفين البطولة، والتنظيم زين، والبطولة زينة، والمنتخب كله زين إن شاء الله. ألف مبروك للعراق وهارد ليك للمنتخب السعودي. بعد قبل ليث، انتقل الآن إلى الزميل معتز. عراقي. الآن يعني معتز، كيف هي الأجواء في شارع الكورنيش بعد فوز المنتخب العراقي على نظيره اليمني بخمسة أهداف نظيفة؟ إذ كانت الكلمة لي يا محمد، الأجواء في كورنيش شط العرب أجواء فرح وسرور وبهجة انتشرت على ضفاف شط العرب من بدايته إلى نهايته، وهذا حال كل شوارع البصرة الآن
بعد تأهل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي بطولة كأس الخليج. ومثل ما شاهدتم على أرضية الملعب ممتلئ المدرجات، وخارج الملعب أيضا شوارع البصرة ممتلئة بالمشجعين، والبصرة الآن تخرج تحيي لاعبي منتخبنا الوطني الذين أدوا أداء اليوم أداء بطولي. شباب شنو أداء المنتخب اليوم؟ والله أداء حلو، حلو أمور حلوة هاي كلها. مبروك عليكم. شو تحب تقولون للمنتخب؟ عاش عاش صراحة شعور لا يوصف، وإن شاء الله من بعد نصف النهائي للنهائي والبطولة إن شاء الله. أداء حلو شلون؟ أداء رجولي، أبطال ما قصروا. أجواء الفرح. شكرا جزيلا إلى شبكة مراسلين معتزل حبيب وأيضا ليث صلاح وزميل واثق محي الدين، كنتم معنا من البصرة الفيحاء. كاميرا الفرات تجولت في شوارع البصرة الفيحاء لتنقل تلك الأجواء البهيجة التي تعيشها المحافظة، وهي تجمع الأشقاء في مائدة فرح عامرة عبر رسالة أعدها الزميل معتز الحبيب. حياكم الله، والبصرة داركم، متواصلين وياكم بهذه التغطية الحية من على كورنيش شط العرب. ومثل ما جاي يشوفون أجواء كلش حلوة، اجواء الكورنيش. شلون يعني؟ شلونك؟ مبارك الحمد لله بخير. شلونكم؟ الله يبارك فيك. منين جيتك؟ من كركوك. حياك الله. شلون كركوك؟ والله الحمد لله بخير. تعادي اهل البرد هذا مو؟ لا كلش عادي البرد، كلش هذا عادي. الربيع مالنا ما شاء الله، بس احنا غريب علينا. اي تعودي على الشرجيات. الحمد لله ان شاء الله تعودون ان شاء الله. البصره بصرتنا وما شاء الله اهل البصره يعني طيبين. و كم يوم صار لك هنا؟ من يوم الاحد ان شاء الله جينا. يوم الاحد. اي وجينا. وشفت وين قاعد؟ والله هنا قاعد هنا هسه بشارع الاستقلال. فندق؟ فندق الدور. اي نعم. شلون شفت البصرة؟ أجواء البصرة، أهل البصرة، أجواء البصرة ما شاء الله الجو طيب، وأهل البصرة طيبين وكرماء وعزمونا على حسابهم وقدرونا. يعني حتى سائق التاكسي المصعد وياه يعني قوة ياخذ، يعني ما ياخذون الكروة ويقول عشاك لو غذاك يمي، يعني قدرونا بشكل، يعني أهل البصرة صدق كرماء وطيبين وعلى عيني وعلى الرأس. يعني أبو منت؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله قبل يعني جيت البصرة أول مرة؟ أول العام جيت البصرة. أول العام ثاني مرة؟ ثاني مرة. إن شاء الله بعد تجي. ان شاء الله اجي، والبصره ما شاء الله بصرتنا وعلى راسين. حياكم الله. الله يسلمك. شلونكم شباب؟ الله يبارك فيك. شو اخباركم؟ والله بخير اذا انت بخير. شلون الاجواء؟ الاجواء تخبل، غير البصره هي. حلو. من يا محافظتك؟ من البصره. منا البصره؟ ايه. من يا منطقه؟ من قرمه علي. حياكم الله. الله يحييك. جو جماعه اصدقائي لك؟ جوي. من يا محافظه؟ من السماوه. استقبلتوهم؟ استقبلناهم وكانوا باللعبه، بس تعبوا راحوا للبيت. اها. اي. توقع منتخبنا ان شاء الله يحقق نتيجه؟ ان شاء الله يصعد للنهائي وياخذ البطوله. البطوله إله بجيب. شو تسوون بالنهائي اذا صعدوا؟ العم البطوله إله. لا اي لا حد يجي ولا منتخب ولا شيء. شباب عم البطوله جايبها وجاي هو العراق. يجي شرط شرط نجيبه نريده يجي هنا يحتفل بالكورنيش. طبعا على الكورنيش. اي بالكورنيش يجي يحتفل. مطرتم احتفلتوا هناك. انا ادري انه مو بالنهائي. والله نفرح بكل ضيف يجينا من اي منين ما كان، من العالم كله. احنا ديوان بدون باب، اي واي واحد يحب يدخل اهلا وسهلا، نتشرف به ونخليه على راسنا. احنا البصراويين ديوان بدون باب، اهلا وسهلا. والجميع تحياتي. يا منطقتك؟ من بغداد. بغداد؟ من بغداد. صار لك قد البصرة؟ 7 أيام تقريبا. 7 أيام. وين مقيم؟ بيت معزي. ها. صديقك؟ قرايبي من بعيد. ايه. يعني ما شاء الله اليوم اغلب اللي يجون من غير محافظات ما يروحون الفنادق. لا يا قرايبي يعني انا احب اشكرهم من خلال قناتكم، صار لنا 7 أيام ناكل ونشرب يومهم وقايمين بالواجب وزايد. شو تحس انه انت هذا يعني مثلا شفتهم متعاجزوا من عندك بلوا من عندك؟ بالعكس نريد نروح مشرفين فينا. ها. والله العظيم تعودوا عليك. تعودوا علينا يعني ذول اللي يفرحون بالخطار اللي كيف بالخطار. صحيح. هم اهل البصره يعني. والله صحيح. الله يبارك فيك. على راسه. الله يخليك. صحيح. كم واحد انتم جاي من بغداد؟ انا وبن عمي. شلون الاجواء عمك؟ والله اجواء حلوه على الكورنيش، فرحانين بالمنتخب، بدأ المنتخب، كرم اهل البصره ما قصروا.
وإلى ملف السوشيال ميديا والزميل محمود قاسم الذي سيطلعنا على أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي عن كرم أبناء البصرة وسخائهم. الكرم وسخاء العراقي لا يقف عند حدود المناسبات الدينية، فهي طبيعة متجذرة لتجعل من الشعب العراقي على قائمة شعوب العالم ضيافة وكرما، وهو ما يجسد القليل من طبيعة هذا الشعب المعطاء، كما يبين لنا مقطع فيديو لصاحب مطعم في البصرة نتابعه وياكم. هذا مطعم ابو حسن مشويات بالجزائر معروف، ناشئين قطعه مجاني. شلون راح نكب السعر؟ شو والله نستفيد؟ تعرفنا هذا مطعم حلو خوش يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كم الله يسلمك. العفو، هاي ناشئين قطعه من المجاني. اي شنو هاي؟ المطعم مفتوح مجاني لاخواننا خليجيين مشجعين. كرم العراقيين حقق تفاعلا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. هنا الناشط حيدر نشر تغريدة يرحب فيها بمشجعي المنتخبات الخليجية واليمن قائلا: دارك الأخضر والعنابي والأزرق وكل الخليج واليمن، حبايبنا وأهلنا وناسنا، نورتونا بجيتكم، البيوت مفتوحة لكم، وعين غطى وعين فراش. أيضا يغرد المدون علي، أهو علي عبد الجبار، عن الدعوة بالقول: إحنا أهل البصرة، بيوتنا مفتوحة لكم، أهلا وسهلا بكم، أهلنا وحبايبنا كل الخليج واليمن. وفي منصة فيسبوك كتب أحمد عبد تدوينة يقول فيها: بيوتنا مفتوحة لكل العرب، مو بس أهلنا بالخليج واليمن، تقعد وتنام وتاكل وإحنا المميونين. ونصل إلى واحد من أكبر مضائف الكرم في البصرة، وهو مضيف الشيخ كاظم الصيرافي، وهو يفتح أبوابه لضيوف العراق خلال بطولة خليج 25 المقامة حاليا في البصرة، نتابع إياكم. هذا المضيف راح يكون بخدمتهم حتى أحاول لهم منتجع سياحي، ويكونون هم أهل الدار وإحنا برا، وحياهم الله وأهلا وسهلا بمضايفهم وبيوتهم بين إخوانهم وأهلهم. الخدمات نقدم لهم على قولة المدرسين باللغة العربية من الألف إلى الياء. فقرتنا لهذا اليوم عن السوشيال ميديا انتهت، نلتقيكم بموضوعات أخرى، طبتم بخير. وصل رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني العاصمة الألمانية برلين على رأس وفد حكومي رفيع، وذكر بيان لمكتب الإعلامي أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من المستشار الألماني، وضمن سياق العلاقة المتميزة بين البلدين التي ستعززها الزيارة. وتشهد الزيارة سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشركات الألمانية. وقبيل مغادرته إلى ألمانيا، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على عدة أمور سيناقشها مع الجانب الألماني تخدم العراق. وأكد السوداني أن زيارته إلى ألمانيا جاءت لأهميتها الاقتصادية والتكنولوجية، واعتبر أن ألمانيا تساهم بفعالية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، مبينا أن غاية الزيارة جاءت من أجل توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الألماني في قطاع الكهرباء. واعتبر أن شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي، كاشفا عن وفده الحكومي الذي يضم رجال أعمال صناعيين ومجموعة من المستشارين من أجل صياغة برنامج اقتصادي يتم التعاقد مع الجانب الألماني بشأنه، مؤكدا عن وجود فرصة ورغبة حقيقية للاستثمارات كبيرة بمشاريع الغاز المصاحب للنفط بجانب تعاون مالي ومصرفي لتحسين الاقتصاد. السوداني كشف وخلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته البلاد أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومات السابقة
لم تنفذ بسبب غياب التخصيصات المالية، وأكد أنه خصص الأموال الكافية لإبرام العقود. مذكرات التفاهم التي وقعت سابقا في الحكومات السابقة للأسف أغلبها لم ينفذ بحكم عدم وجود أو تأمين التخصيصات المالية المطلوبة لتنفيذها، وبقيت أغلبها حبر على ورق. مذكرة التفاهم هذه المسودة المعروضة أمامنا والتي سيتم توقيعها في برلين مع الجهات المعنية أمنا التخصيصات المالية وسوف تنفذ فورا بعد التوقيع. الشيء الجديد أيضا في مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز أنها ستتضمن عقد طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة. هذه الأعمال التي دائما ما نسمع أنها تتأخر وتنتظر الموافقات والموازنة وما شاكل من أسباب ومبررات، سوف تنتهي هذه المشكلة. سنذهب إلى عقد مع سيمنز لصيانة وتأهيل محطات الكهرباء، خصوصا أغلب المحطات أنشئت من خلال هذه الشركة بعقد. خطوة وصفت بالمهمة، تلك التي حزم بها السودان حقائبه إلى برلين لبحث ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية تخدم العراق، لا سيما جذب الاستثمارات في مشاريع الطاقة وإعادة إعمار البنى التحتية. حسين ياسين والتفاصيل. ملفات عديدة من المقرر أن يناقشها رئيس الحكومة العراقية محمد الشيع السوداني خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا، والتي حدد موعد بدء جدول أعمالها في 13 من الشهر الجاري، حيث سيركز النقاش على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وهو ما يراه مراقبون بالخطوة المهمة. هذا الأمر يعني جيد، خاصة أن يعني الاقتصاد العراقي يحتاج إلى تنويع يعني في التعامل مع الدول، سواء كانت الدول الإقليمية أو حتى الدول الأوروبية. أما الملفات الأخرى التي يرجح بحثها بين بغداد وبرلين هي المتعلقة بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني، وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى، لكن الأهم منها ملف الطاقة باعتباره من أولويات البرنامج الحكومي. هذه الزيارة هي ضرورية، وأغلب الزيارات من الممكن أن تكون ضرورية لكل الأطراف ولكل المناطق وكل دول العالم، لأننا بحاجة للانفتاح وهذا ضروري جدا. بالإضافة إلى هذا، عندما يذهب إلى ألمانيا، ألمانيا تعتبر من الدول المتقدمة والتي لها باع طويل في الصناعة ومنها الطاقة الكهربائية، لأننا بحاجة إلى الطاقة الكهربائية. أما ما يتعلق بملف اللاجئين العراقيين، فمن المقرر أن تسعى الحكومة العراقية إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الألماني لبحث السبل الكفيلة بتهيئة كل متطلبات العودة الطوعية. وتندرج هذه الزيارة ضمن خطوات الحكومة لتعزيز علاقاتها الخارجية في المنطقة والعالم، والتي تسعى من خلالها على أن تكون متوازنة وبعيدة عن سياسة المحاور. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أحبتي المشاهدين، هذه انتقالة إلى الزميل محمود قاسم لاستعراض ملف محافظة كربلاء المقدسة، والتي بدأت تسخر بالإنجاز العمراني. طاب يومكم مشاهدينا، سنأخذكم اليوم إلى هذه الأجواء الرحبة وجنة الله على أرضه في كربلاء المقدسة، التي تشرح القلوب وتطيب النفوس لمن عرج لقصدها زائرا، حيث لا سكون في هذه المدينة الطاهرة إلا السكون النفسي والقلبي،
فهي تضج يوميا بحركة الزائرين المتواصلة وتعرج إلى جوار البقاع المطهرة. جنسيات مختلفة تبحث عن الراحة بالقرب من أحباب الله عند مرقد أبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس عليه السلام. هذه البقعة المشرفة تشهد يوميا زخما للزائرين القادمين من كل بقاع العالم، حيث يصل أعداد الزائرين سنويا إلى أكثر من 60 مليون زائر. وتتعدد انسيابية الزيارة بين زيارات العزائية في العاشر من المحرم الذي تشهد فيها المدينة استقبال أكثر من 5 ملايين زائر، حتى تتضاعف الأعداد لتصل إلى 20 مليون زائر في الزيارة الأربعينية. وكذلك الحال في الزيارة الشعبانية والأيام العزائية لذكرى شهادة الأئمة الأطهار عليهم السلام. فالمدينة لم تنقطع عن هذه الأعداد الغفيرة من الزائرين الذين يحجون إليها من كل بقاع العالم، لا سيما في أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، وبقية الأيام فهي أكثر بقعة في العالم تقصدها الملايين من الناس بشكل مستمر. كالذي زار جنة عدن في السماء، ذلك الذي يحج إلى قبلة الوجد والوجود في كربلاء العطاء والجود، التي باتت مقصد العاشقين والباحثين عن الطمأنينة. لنتابع. كربلاء المقدسة من أبرز المدن الإسلامية في البلاد، تمثل حاضرة عمرانية لما تمتلكه من مقومات سياحية دينية. تشهد المدينة منذ فترة ليست بالقصيرة ثورة عمرانية، حيث بدأت مشاريع البنى التحتية تتسع ويزداد معها العمل الدؤوب صوب النهوض بخدمات المحافظة وبكافة المجالات، حيث تسارعت وتيرة العمل في المدينة المقدسة واكتملت العشرات من المشاريع التأهيلية لشوارع رئيسة وفرعية، آخرها افتتاح الشارع الفاصل بين البناء الجاهز والتحدي، فضلا عن وضع حجر الأساس لتطوير مدخل كربلاء الغربي من حي النصر باتجاه عين التمر بطول 11 كيلومترا، فضلا عن عشرات المشاريع السياحية والتطويرية والتأهيلية التي تتناسب وأهمية وقيمة المدينة المقدسة كقبلة للزائرين الوافدين من بقاع العالم المختلفة لزيارة مرقدي الإمامين الحسين وأخيه العباس عليهما السلام. صباح حكيم، الفرات. للعتبة مشاريع مستمرة لا تتوقف ولا يمكن إحصاؤها، ولذا سنستعرض أبرزها. ومن أهم مشاريع العتبة الحسينية المقدسة هو مشروع التوسعة الذي يضم صحن العقيلة زينب عليها السلام من الجهة الجنوبية، وصحن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من الجهة الجنوبية الشرقية، وصحن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه من الجهة الجنوبية الشرقية لمنطقة ما بين الحرمين، وصحن حبيب ابن مظاهر الأسدي من الجهة الغربية. ويعد مشروع صحن العقيلة زينب، هذا المشروع مشاهدينا، من أهم المشاريع التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة، وتبلغ مساحته 152,000 متر مربع، ويضم مقام التل زينبي ونفقا لمرور العجلات ومضيفا ومتحفا ومكتبة، بالإضافة إلى سوق الزينبية التراثية. ومن المشاريع الاقتصادية هو مشروع مزرعة فدك للنخيل التي وصل الإنتاج فيها إلى 60 طنا، حيث تحتوي على 90 صنفا من التمور. وعلى مستوى المشاريع الخدمية، هنا نشاهد مشاهدينا، هو افتتاح المستشفيات التخصصية ومراكز العلاجات والمستوصفات الصحية في جميع المحافظات العراقية، لا سيما مستشفيات الشفاء.
وتقول العتبة الحسينية المقدسة إنها نفقت وأنفقت 55 مليار دينار على أقل من عام، ومن ضمنها 41 مليارا صرفت باتجاه معالجة المواطنين. وتعد محافظة كربلاء المقدسة على عرش المحافظات العراقية في إنجاز المشاريع الخدمية التي أعطت للمحافظة رونقها ومثلت أهميتها الدينية والسياحية، حيث شهد المحافظة حركة عمرانية كبيرة لم تتوقف منذ سنوات، ما جعلها تقفز على عرش المحافظات المتبقية في الجانب الخدمي والعمراني والجمالي، وهو ما كثف الحركة السياحية في المحافظة ليس على منطقة ما بين الحرمين المطهرين، بل امتدت لجذب السياح لمناطقها المتنوعة مع امتداد الألق العمراني والمشاريع الاستراتيجية التي باتت تظهر ملامحها كل يوم. ومن بين أهم المشاريع العمرانية والاستراتيجية التي رأت النور وسترى النور قريبا في كربلاء المقدسة، والتي تعتبر عاملا مساعدا للأهمية التي تحتويها المحافظة، فأرض محافظة كربلاء المقدسة شهدت أول خطوة مهمة لتطوير قطاع التصفية عبر افتتاح مصفاة كربلاء بطاقة تكريرية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا، مما سيوفر للبلاد سنويا نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قرب افتتاح مطار المحافظة، مطار كربلاء الدولي، الذي سيستقبل أكثر من 60 مليون زائر سنويا ليخدم الأعداد المليونية الوافدة من داخل وخارج البلاد. أما على مستوى الخدمات المقدمة مشاهدينا، فقد أكد محافظ كربلاء المقدسة عن قرب افتتاح 109 شوارع رئيسة وكبيرة وأخرى فرعية في أحياء المحافظة، لا سيما طريقها الحولي الذي يمثل الشريان لفك الاختناقات التي كانت تشهدها المحافظة. أما على مستوى الخدمات البناء التحتية مشاهدينا، فقد تمكنت المحافظة وفي ظروف قياسية من الانتهاء من شبكات المجاري وتزيين الطرق الرئيسية بالإنارة الضوئية بعد الانتهاء من الأرصفة والحدائق وفتح المجسرات. رغم التحديات التي واجهتها المحافظة، إلا أنها جعلت منها دافعا للنهضة العمرانية لتظهر بحلة جمالية امتازت بها لنفسها. محمد التميمي ومزيد من التفاصيل. كربلاء المقدسة التي تعد قبلة العاشقين لآل بيت النبوة عليهم السلام، ويؤمها ملايين الزائرين سنويا من شتى بقاع العالم، عانت الكثير من الظلم والدمار أبان النظام الدكتاتوري السابق، إلا إنها أخذت تظهر بحلة جديدة على المستوى العمراني في الفترة الماضية من خلال إنشاء الطرق الحديثة وتأهيل الشوارع وزراعة الأشجار المختلفة. كربلاء المقدسة اليوم تشهد قفزات نوعية في مجال الإعمار، حتى أصبحت هي من تتصدر الواجهة في البلاد، وهذا ما نشاهده في أم العين من توسعة الطرق وأيضا أماكن الاستراحة على الحركة الاقتصادية اللي تشهدها اليوم كربلاء المقدسة. وبالتالي هذه يعني هذا التطور العمراني الكبير الذي تشهده كربلاء المقدسة لم يأتي من فراغ، بل جاء من
خطط وضعتها حكومة كربلاء المحلية، وهي تعمل على مدار اليوم لتقديم أفضل خدماتها. هناك تطور ومشاريع كثيرة بكربلاء، وحقيقة تعجبنا يعني بالمعالم الحديثة رأيناها والبنيان المعماري في كربلاء المقدسة. ومن هذه المناطق التي شهدت تطورا عمرانيا وتعد متنفسا للعوائل الكربلائية هو شارع حيدر الكرار في حي الحسين وشارع السناتر وشارع الجمهورية، بالإضافة إلى مداخل المحافظة من جهتي النجف الأشرف والعاصمة بغداد، فضلا عن استحداثات أحياء سكنية وتطوير بناها التحتية. كربلاء أصبحت من أجمل المدن في العراق بعد التطوير العمراني الذي حدث بالشوارع والمنتزهات وجميع الأماكن السياحية. أصبحت قدوة لجميع المحافظات بفضل السيد محافظ كربلاء المقدسة وجهوده الثمينة التي حققت هذا الإنجاز الواسع. آخر فترة يعني آخر يمكن 4 سنين طورت كربلاء هواي، من ناحية شوارع، من ناحية تبليط، من ناحية خدمات، هواي طورت. مثل ما قاعد تشوفون هسه الترتيب على شارع النجف، اكو اماكن ثانيه هواي ايضا تبلطت وتطورت بشكل كلش كبير، يعني ما كنا نتخيل في يوم كربلاء يمكن هيك راح يصير. وعلى الرغم من هذا التطور العمراني الا انها تفتقر الى المخصصات الماليه وحقها في مشروع الزائر دولار، التي من شانها ان تزيد الايرادات الماليه للمحافظه وشمول الاعمار كافه الاحياء السكنيه. من كربلاء المقدسه محمد التميمي، الفرات. ويعد مشروع مطار كربلاء الدولي من المشاريع الاستراتيجية المهمة والذي سيقدم خدمة كبيرة لمحافظة كربلاء وللعراق بشكل عام، والذي سيفتتح أبوابه للمسافرين نهاية العام الحالي، حيث يعتبر المطار صرحا عمرانيا جديدا يضاف للمحافظة التي تتميز بكل شيء. ويؤكد محافظ كربلاء المقدسة إن المحافظة تترقب إكمال مشروع مطار كربلاء الدولي لكونه يعد منشئا حيويا مهما لأبناء المحافظة، حيث سيوفر فرص عمل مختلفة، الأمر الذي سيعزز التنمية الاقتصادية، ليستقبل المطار سنويا ملايين الزائرين القادمين من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى كونه رافدا اقتصاديا مهما يوفر للمحافظة الشيء الكثير. نذهب الآن مشاهدينا للاستماع إلى آراء المواطنين من بعض المحافظات حول الحملة العمرانية التي تشهدها محافظة كربلاء المقدسة، لنتابعها. تشهد مدينة كربلاء في الوقت الحاضر الكثير من حركة العمران والتطور الاقتصادي، الكثير من الوفود التي تأتي من داخل وخارج العراق طبعا تنبهر بالحركة العمرانية والاقتصادية الموجودة في هذه المدينة. كربلاء اليوم قفزة نوعية خلال السنتين أو 3 سنين اللي مضت عن بقية المحافظات العراقية في مجال الإعمار، في مجال تشييد الشوارع، أيضا قفزات نوعية في مجال الصحة وغيرها المستشفيات. والأخير السيد المحافظ كربلاء المقدسة من ما قاعد يقدم من إعمار وقاعد يبذل قصار جهده على مود يخلي هاي المحافظة بالوجه الأحسن أمام المحافظات البقية. حاليا بيها تطور يعني حلو، وجاي يشتغلون بالشوارع وتنظيمها حلو، وجاي يضيفون لها يعني مميزات كلش حلوة من الأضوية وغيرها وش اسمه، يعني حلوة صار أكثر من قبل. انتقلت إلى رحمة بارئها عقيلة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، والراحلة هي كريمة آية الله الشيخ محي الدين المامقاني قدس سره، وعرف عن المرحومة صبرها وشجاعتها وتحملها المصاعب مع شهيد المحراب قدس سره في السفر والترحال والتهجير أبان الاعتقالات التي تعرض لها في زمن النظام البائد، وكانت معه في السراء والضراء. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته. نعى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم عقيلة شهيد المحراب قدس سره، وقال السيد الحكيم في بيان
إنه بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله العلي القدير، فوجعنا اليوم برحيل عقيلة عمنا الشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رحمهم الله بعد عمر طويل من الصبر والتجلد والهجرة والتضحية في سبيل الله والعقيدة والوطن والشعب. وأضاف السيد الحكيم أنه وبهذا المصاب الجلل نبتهل إلى الله عز وجل أن يتغمد فقيدتنا بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا وأسرتها، لا سيما نجليها السيد صادق الحكيم والسيد حيدر الحكيم وذويها الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعت أسرة السادة آل الحكيم فقيدتهم الحاجة الصابرة عقيلة شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، كريمة المرحوم آية الله الشيخ محي الدين المامقاني قدس سره، وسيشيع جثمانها الطاهر يوم السبت الساعة 10 صباحا من جامع الشيخ الطوسي في النجف الأشرف، ويقام مجلس الفاتحة على روحها الطاهرة في جامع الكليدار يومي السبت والأحد بعد صلاتي المغرب والعشاء. عز رئيس الجمهورية السابق برهم صالح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بوفاة عقيلة شهيد المحراب قدس سره، وقال صالح في برقية تعزيته ببالغ الحزن والأسى وبقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة عقيلة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره، وقدم صالح أحر التعازي والمواساة لأسرة آل الحكيم لوفاة المغفور لها، مستذكرا صبرها وتضحياتها في الجهاد ضد الاستبداد والاضطهاد. إلى ذلك عز عضو كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النائب وعالي شداد الفارس أسرة آل الحكيم بوفاة عقيدة شهيد المحراب قدس الله سره، وقال شداد في بيان: بمزيد من الحزن والأسى والتسليم لأمر الله وإرادته تلقينا خبر وفاة السيدة الجليلة عقيلة شهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس الله سره بعد عمر طويل من الصبر والتضحية والجهاد في سبيل الله والوطن. وقدم شداد خالص العزاء والمواساة إلى سماحة السيد الحكيم ونجلي الفقيد الراحلة السيد صادق الحكيم وحيدر الحكيم بهذا المصاب الجلل. رابع أقدم مدرسة تأسست في العراق، جدران تراثية وتحفة معمارية وحضارية خرجت ورعت أجيالا متتالية لقرابة 100 عام. مدرسة الخورنق وبتأريخها الحافل كانت سبيلا لنجاح المجاهدين في أعوام النضال. السجاد الخاقاني والتفاصيل. أكثر من 90 عاما مرت ولا زالت هذه الجدران شاخصة رغم مشوار حياة أهلها القصيرة معها، ففي وجه كل طابوقة حكاية مسيرة تربوية خالدة ظلت عالقة في أذهان كل من ترعرع في مدرسة الخورنق. طبعا هاي البنت المدرسة عام 1925 كنا في زمن الملك فيصل، مساحت هاي المدرسة 2250 مربع، شيدت من الطابوق والجص واستخدام الجسور شيلمان لبناء الصفوف مالتها. تحتوي هاي البناية على 12 صف مع ملحقات من مختبرات وجناح إدارة. ساحة المدرسة تقريبا مساحتها ما يقارب 300-400 متر، كانت تستخدم في ذاك الوقت لإقامة المناسبات الرياضية، ألعاب كرة الطائرة وكرة السلة اللي تقام على مستوى المحافظة. تعد مدرسة الخورنق رابع أقدم مدرسة تأسست في العراق مع بدايات القرن المنصرم، تميزت بالطراز المعماري القديم والذي أعطاها رونق التصميم والشكل التراثي العريق. طبعا هاي المدرسة بنيت على مساحة
2250 متر مربع، اختاروا الطراز البريطاني، بنوها معماريين من العراق بإشراف البريطانيين بذاك الوقت. هذا الطراز يختلف عن بقية المدارس المنشأة حديثا. تحمل مدرسة الخورنق تاريخا حافل من العطاء على الصعيدين التربوي والمواقف الجهادية المشرفة، لما لها الدور الكبير في حفظ المجتمع النجفي إبان العقود الماضية. لكون هذه المدرسة كانت في الأساس هي ساحة، والساحة بها مجموعة كبيرة من الآبار اللي كانوا أهالي مدينة النجف الأشرف تقريبا يستسقون من عندها الماء النص عذب مو العذب. مدرسة الخورنق عبق الماضي وأسطورة الحاضر، تضم بين أروقتها حكاية أساطير وعلماء تتلمذوا فيها وتخرجوا منها حتى باتت عنوان النجف التربوي. من النجف الأشرف السجاد الخاقاني، الفرات. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.